هما حكى لها برشا جدد الحقيقة ما كناش نعرفوهم وأرقام ما كناش نعرفوهم، منهم 12% من التوانسة أصيبوا فيروس الكورونا. هذا اللي أكدوا اليوم سي فوزي المهدي خلال ندوة الصحفية، وقال لي تونس سجلت 2935 وفاة بفيروس كورونا خلال شهر أكتوبر، وفي نوفمبر حتى التوا قضي 25 سجلنا 1069 وفاة. وقال لي في صورة تواصل النسق على ما هو عليه ستكون حصلت وفاة فيروس كورونا خلال شهر نوفمبر الجاري في حدود 1617، ألوغ احنا سجلنا 2935 في اكتوبر. كمان الارقام تفجع علي، 12% متوانسة اصيبوا، وي 12% اصيبوا، هذوما ديكلاري عند الدوله، هذوما معناتها اللي الدوله في بالها بهم يعملوا تحاليل وثبوتات الاصابه نتاعهم. ممكن الرقم كي نجي نشوفه نلقاوه اكثر برشا، خاطر ثم ناس زاده مرضت وما عملتش تحاليل وبرات، وثم ناس زاده مرضت وتوفيت من بعد حتى مشات للسبيطار الله يرحمهم وينعمهم. دونك نتوقع ان الارقام اكثر من هكا معناها. باهي امين 12% عدد الوفيات هو اللي يفجع اكثر من هيك. 2900 في شهر بون، تو ساعه سمعت خبر في انتظار التاكيد، انا ما بون بكل احتراز في انتظار التاكيد. وفاه دييغو ارماندو مارادونا حسب وحسب وسائل اعلام ارجنتينيه معناه الى حد الان في انتظار التاكيد. هذا الخبر اللي وصلنا تويك. بون هو مريض شويه البريود الاخرى، كنا حكينا على وكان خرجت اشاعه على وفاته وتم تكذيبها، ومن بعديك بون برشا قاعدين يهبطوا فيها. نتاكدوا بعد شويه على وفاه دييغو ارماندو مارادونا. سينو بالنسبه للعدد الوفيات ارتفع في تونس، وهذا اللي يخوف. قلنا نحن ارتفاع عدد الوفيات، والمشكل في انه كي معناها حتى الاصابات بقت هي معناها ما فماش انخفاض في عدد الاصابات. معناها ممكن الكوفر فو كان اللي فيه الوحيد الايجابي نتاعو انه ما طلعش، خلينا الكورب ستاب ما طلعناش في الكورب، اما بقات العدد هو بيدو في انتظار انه ان شاء الله ما عادش نشهدوا عدد كبير كيما هكا. ان شاء الله نشوفوا الحلول باش ما عادش نشهدوا. بالنسبه للناس يقولوا بيك بيك بيك، ها حكينا على موجه ثالثه اليوم في الندوه الصحفيه، وتحكي حتى على البيك اللي سوف يسجل في اخر ديسمبر هذايا، معناتها مازلنا راه ماناش بيك، مازلنا نشهدوا ارتفاع في عدد الاصابات. وهذا اللي اكد وزير الصحه، وقال زاده اللي مازلنا باش نواصل العمل باجراءات استثنائيه وتكوين لجان قطاعيه للمراجعه الخاصه في ظل تواصل انتشار وباء الكورونا، وتوقع الوزير تسجيل موجة ثالثة للوباء خلال الأشهر المقبلة. كي نقول الأشهر المقبلة هو حدد اون فيت شهر فيفري ومارس اللي باش تكون فيهم الموجة الثالثة. هذا إذا باش توصل لنا معناتها التلقيح ساعة، ولكن الموجات ما تفهمش. أنا نتوقع أنه باش تكون في وقت الموجة الأولى اللي صارت لنا عملنا ولا احنا عملنا ديجا فيفري مارس. دونك نتوقع باش تكون في الوقت بهذاك إن شاء الله تكون خفيفة. كيفاش تنجم تكون خفيفة إذا تواصل معناتها الشعب التونسي احترام الإجراءات الصحية؟ سينو باش ترجع أقوى من الموجات اللي تعدينا بهم معناتها. بون به أمين، موجة ثالثة في انتظارنا. سمعتها جافي وفيفري فيفري ومارس بون، والبيك في ديسمبر هكا يتوقع ولا والله ما بون. ديما التوقعات سلون اللجنة العلمية العلمية. على كل إن شاء الله تمر بأخف الأضرار، خاطر بون تو شفتني مهمش شوي مروه الخبر نتاع مارادونا. من جد مارادونا خليك امين تتهبط، خلينا نمشيو نكملوا الاخبار. مش مشكل، خذ وقتك ثبتنا في الاخبار. نذكروا اللي وسائل الاعلام الارجنتينيه جوستمون اكدت وفاه ديغو حتى فرنسيه تويك فرنسيه زاد. دونك هذول شبه مؤكد الاخبار، الله يرحمه. سينو نمشيو لقديب يا قبل ما كمل نتعادى نحكيوا على لي فاكسان وقت باش يوصلونا وكيفاش وشكون الفئه اللي باش تلقح وسوم الفاكسان وغيره، هذا اللي هم التونسي. سينو قليبيا الوضع الوبائي خطير ودقيق جدا اللي يسمع فينا من قليبيا برافيركس، وهذا اللي اثرت السلطات المحليه بمدينه قليبيا. البلديه بيان سور حطت بلاغ والمعتمديه زاده هما بلاغات تحذيريه دعاوا فيهم اهالي مدينه قليبيا الى ضروره الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والبقاء في المنزل والخروج في الحالات الضروريه فقط، وهذا بعد ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء اصابه فيروس كورونا الى 17 حاله.
وارتفاع كبير في حالات الإصابة بالوباء ربي يشفيهم الكل. ربي معاكم أصدقائي وأصحابي اللي في قليب. نسلم عليكم برشا، نقولكم سيسر روحكم وبربي ما تخرجوا كان للضرورة القصوى. اللي عندهم أمراض مزمنة مش لازم تخرجوا بالكل، راهو اليوم البلدية ولا يعني جميع السلطات المحلية هبطت بلاغات تحذيرية وحذرت فيهم، دونك اون فوا هبطوا كل بلاغات تحذيرية مش لعبة. جو بونس كو الوضع دقيق ودقيق جدا في قليبي. شفت البلاغ نتاعهم اليوم زاد ثم حتى تسخير نتاع سياره متاع اداريه اليوم كانت جابت شوارع مدينه قليبيا وحضرت الناس. باش نقاطعك، رسمي يعني رسمي رسمي وفاه دييغو ارماندو مارادونا الله يرحمه. دونك عن سنته ناهز 60 سنه، 60 عام صغير كمان بعد مرض في المده الاخيره الله يرحمه. دونك فوالا من بعد نحكيو اكثر تفاصيل مين على وفاته في اكيو سبورت سينو. علي قليبيا بالحق قلت اليوم شفنا معناتها سياره اداريه في قليبيا جابت شوارع معناتها وحضرت المواطنين وطالبت منهم انهم يحترموا معناتها البقاء في المنزل، خاصه المسنين، خاصه يعني الناس اللي تعاني من امراض مزمنه. نظرا تقريبا سجلت 17 حاله وفاه مدينه قليبيا، اي وارتفاع كبير في عدد الاصابات ان شاء الله ربي يستر اهالينا في قليبيا والوطن القبلي وتونس بصفه عامه، ومع ضروره التطبيق الاجراءات الصحيه لضمان انه نتعداو الفتره الصعبه هذه مع بعض. بالنسبه للفاكسان ان شاء الله ياخذ لو بيتو بوسيبل اي انكور، على خاطر بونس كو باش ياخذ وقت وبعد الموجه الثالثه باش يكون الفاكسان حاضر في تونس. هذا اللي اكدته اللجنه العلميه واكدوه الخبراء، لكن قاعدين نحضروا بيان سور في الثلاجات وفي الاماكن الخاصه اللي باش يحفظ فيها الفاكسان. هذا اللي اكده لنا ولا اكده السي الهيشمي الوزير. سينون زيدا اليوم وزير الصحه خلال ندوه صحفيه بقصر الحكومه قال اللي الاولويه في توزيع لقاح الكورونا باش يكون ساعه بلوتو بعد تحكيو على الاولويه، لكن باش يكون التلقيح مجاني واختياري، باش يتم تنظيم حملات تحسيسيه باهميته في قادم الايام. قبل كنا حكينا وقلنا اللقاح سمو باش يكون بين 7 دينارات و8 دينارات كانت تتذكر علي معناتها 1 دولار. اليوم وزير الصحه قال اللقاح باش يكون مجاني واختياري، معناتها مش شو الناس يشوفوهم مش كما بافيت لقحت ولا يلزمك تلقح، اختياري. وانا نفهم علاش اختياري، مازال لقاح جديد فما الناس تخاف وهذا مش تشكيك في اللقاح ولا غيره، لكن اهم حاجه ومشكورين الحقيقه اللي اللقاح باش يكون مجاني للتوانسه الكل، ما عادش نحكيو على 8000 لا على 7000 لا احتكار نتاع لقاح ولا غيره، مجاني يعني في الاماكن الكل. باهي باهي يعني يكون مجاني، مع انه المجاني يخوف عليه باش يحتكروه زاد ليه البوبليش يخوف بون لا هاي سي فري هي عقليه نتاعنا نحن العقليه ما باهي معناها كي باش توفر مجاني باهي، خاطر نحن كنا خايفين من الاسعار نتاع اللقاح والمضاربه بالاسعار وغيره. ان شاء الله ان شاء الله يوصلنا وان شاء الله يكون ناجع وان شاء الله ينتفعوا به، اولويه تكون بالطبيعه اللي عندهم الامراض المزمنه الناس اللي احق ان جوستومون هاني باش نحكي على الاولويه في اللقاح هذيا. دونك زاد اللي اكدوا وزير الصحه اليوم اللي فما فئات باش تكون هي اولويه في تلقي اللقاح اللي هما المسنين، الفئات العامله في القطاعات اللي تكون اكثر عرضه للعدوى كما سلك الامين معلمين الاطار الطبي، الناس اللي الاطار الطبي فوالا، الناس اللي الحوامل باغ اكزومبل. دونك فما فئات باش تكون اليوم بلوتو عندها اولويه باش تتلقى اللقاح هذايا، باش تكون فما حملات تحسيسيه نذكروا في الايامات الجايه على اهميه اللقاح هذايا. دونك مدير معهد باستور توقع وصول اللقاح الى تونس في الثلاثيه الثانيه من 2021. بون انا ديما نسال على الاولويه نتاع التلقيح في تونس. انا توقعت انه كما توقعت بالضبط تقريبا ثم يا معناتها الناس الحاملين امراض مزمنه كيف زاد القطاع الصحي عندهم اولويه بحكم انهم هما في الصفوف الاولى معناتها سورتو. بون هو اليوم تحدث على الحاملين الامراض المزمنه معناتها والمسنين زاد والقطاع الصحي بعديك الامنيين المعلمين والحكايه الامنيين سلك الامن
اي ما قلتش ما حكاش مروه انا قلت لك الاولويه الاولويه قال راهو للقطاع الصحي والحاملين الامراض المزمنه طبعا بعديك عندك انت نستخدم في المدارس عندك امنيين جوست حبيت نزعل الامنيين حطهم في الاولويه زاد هذا اللي حبيت نقوله معناتها حتى الامنيين حطهم اولويه اليوم في الخطاب هو ما هانيش قلت لك انا معناتها قلت لك راهو اليوم هو المنطق يقول انه الاولويه مانيش ضد مانيش ضد الامنيين او ضد المعلمين طبعا يلزمهم يلقحوا ما قلتش لا لكن المنطق يقول انه اليوم انت يلزمك تمشي للناس اللي حاملين أمراض المزمنة بتبيعتهم فيهم أمنيين حتى الأمنيين فيهم مش كون حامل أمراض المزمنة معنا وتمشي للناس المسنة وتمشي سورتو للناس اللي تخدم تباشر في القطاع الصحي هذوما تقريبا اللي يلزم توصل لهم اللقاح من الأوائل ثم عندك المسألة الاختيارية خاصة أنه اللقاح باش يكون اختياري ثم ناس تحب ثم ناس لا على كل إن شاء الله ما نشوفوش لخبطة في عملية توزيع اللقاح الكورونا في تونس وإن شاء الله يوصل في أقرب وقت ممكن ولا إن شاء الله الفئات المعارضة الأكثر اليوم